كانوا يعجلون خطواتهم في الانتهاكات والاقتحامات حتى في مواسم رمضان والعبادة والقرابين النباتية والنفخ في البوق وكل الطقوس التلمودية وبقيت القرابين الحيوانية التي استوردوا البقرات الخمس الحمراء من أمريكا تمهيداً لهدم الأقصى وبناء الهيكل. أما التقسيم الزماني للأسف أيتها الأمة العظيمة، لقد حصل التقسيم الزماني في الأقصى في الفترة الصباحية وبين الظهر والعصر وما بعد العصر، هذا أولاً. ثانياً، اليوم أعلنت وسائل الإعلام أن بن غفير اللي يسمى مسؤول الأمن القومي يعني زي وزارة الداخلية يعد قوات في الضفة الغربية والـ48 غير الجيش الإسرائيلي، هذه من أجل قمع الفلسطينيين ومن أجل تصعيد العدوان عليهم تمهيدا لتهجيرهم إلى الأردن، لأن سموتريش قال في باريس لا توجد فلسطين بين النهر والبحر، بدكوا دولة يا فلسطينيون اذهبوا إلى الأردن. واليوم يحاولون فعل هذا التهجير تحت وقع الضربات لتهجير أهل غزة إلى مصر، والحمد لله تشكر مصر ويشكر الأردن أنهم قالوا كلاما واضحا لا للتهجير ولا للعدوان طبعا. هذا ثانيا. ثالثا، أنتم تعرفون غزة وأهل مصر أخبروا الناس بغزة. غزة منذ 16 عاما تعيش موتا بطيئا على الأجهزة الإنعاش، لا تموت غزة موتا كاملا ولا تعيش الحياة الطبيعية، وبالتالي هذه الظروف الثلاثة مع وجود الأسرى طبعا 6000 أسير في سجون الاحتلال كان على القيادة الفلسطينية وعلى قوى المقاومة الفلسطينية. نحن اليوم يعني شعب تحت الاحتلال، هناك سلطة وهناك منظمة تحرير وهناك حماس والجهاد وفصائل المقاومة وحركة فتح، هذه مسؤولية مشتركة على الجميع، كان لابد أن نواجه ذلك، وإلا لو تركنا هذا المشهد لرأينا الأقصى يهدم ويبنى الهيكل، وهذه ستكون يعني لطخة عار في جبين الأمة حين ترى ثالث مقدساتها العظمى يهدم ويدنس ويبنى الهيكل، وكان سنرى تهجيرا قسريا كما في الحرب على غزة من خلال جرائم يرتكبها بن غفير وأمثاله، ومع أن شعبنا صامد لن يهاجر من الضفة ولن يهاجر من غزة، وكنا سنرى غزة تموت، وكانوا يظنون أن أهل غزة يبحثون عن فتات في العيش ولا يعلمون أن شعبنا يعشق الحرية، ومن هنا كان لابد من هذه الخطوة. هذا أولا. أكيد السيناريوهات كما تفضلت معروف أن هذا العدو بعد أن يعني تقع فيه هذه الكارثة اللي هزت كيانه، هذه دمرت معنوياته، قضت على نظريته الأمنية، أصابته في مقتل، هزت أركان هذا الكيان، كان العدو متشككا من قبل في كم سيعيش في السنوات القادمة، هل سيعيش 10 سنوات أم أكثر أم أقل. هذه الضربة جعلته يفقد ثقته بنفسه وبمستقبله، ولذلك أدركت الإدارة الأمريكية وحلفائها في بعض العواصم الغربية أنه لا بد من إسناد إسرائيل بكل طاقتها حماية لوجودها، لأن هذه إسرائيل ربيبتهم، هذه هي حاملة الطائرات المتقدمة لهم في المنطقة، أداتهم الاستعمارية لتطويع المنطقة ومنع وحدتها زرعتها في قلب الأمة العربية والإسلامية. نعلم أن رد فعلهم ستكون كبيرة، ولكن نحن مقتولون على كل المحاور، الشعب الفلسطيني، هذه الضفة الغربية لم تقم كتائب القسام بسبعة أكتوبر فيها، ترون القتلى يوميا فيها، أهلنا في 48 أحكام طوارئ تقام عليهم، يعني اليوم هناك عشرات الشهداء في خلال أسابيع في الضفة الغربية، هناك عملية القتل والحصار تقطيع الأوصال. الشعب الفلسطيني أخي العزيز مصطفى شعب يدفع الضريبة والثمن في كل لحظة سواء قام بسبعة أكتوبر أم لم يقم، وكما قال الشاعر وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانا. من هنا وأنت تعلم بعض الناس يتساءلون أنه طيب يا أخي أنتوا هذا ما وقع لشعبكم، أنا أقول لك وأنت في مصر العزيزة ومصر التي نعرف تاريخها ونضالها، هو الشعب المصري أيام الاحتلال البريطاني كان عنده حكم ملكي ثم حكم ثوري جمهوري، لكن أيام ذلك الاحتلال وكان عنده برلمان وعنده حياة ثقافية واجتماعية حيوية نشطة جدا في مصر،
ولم يكن محاصرا ولم يكن يفتقر، بالعكس كان التعليم في مصر قبلة لمن يريد أن يستنسخ نموذج